يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا معاكم حلقه جديده برنامج السادسه، تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا، وبالتاكيد الحقيقه من النهارده احنا مستنيين مباراه بكره 24 ساعه تقريبا بتفصلنا عن مواجهه الاهلي مع الرجاء في سوبر افريقيا، اكثر بكتير من مجرد سوبر، ده ممكن يكون عنوان حلقه النهارده، بالاضافه طبعا لانها بطوله مهمه جدا تضاف لسجل بطولات النادي الاهلي، وبالاضافه كمان لرغبتك في انك انت تحافظ على رقمك القياسي في تحقيق السوبر الافريقي. خدوا بال حضراتكم بكره نقرب خطوه مهمه جدا من الريال المتفوق على النادي الاهلي بثلاث بطولات قاريه، في حاله فوزنا ان شاء الله باذن الله بكره وحصول النادي الاهلي على بطوله السوبر، وان شاء الله نتمنى كمان تحقيق بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي، نقرب كتير جدا من الريال البعيد. ليه بقول البعيد؟ لان الحقيقه الريال في شكله الحالي وقوامه الحالي بعيد الى حد كبير عن وفرصه الى حد كبير مش زي الاول في تحقيق بطولات قاريه. وجود البايرن، وجود المان سيتي، وجود البي اس جي بتشكيلتهم الحاليه ممكن تعطل الريال بشكل كبير، وده في حد ذاته هدف بيسعى ليه كل الاهلاويه. كل التوفيق لرجالتنا بكره ان شاء الله في مواجهه الرجاء، مباراه مش سهله بكل المقاييس، وان كانت كل الظروف كل المعطيات ما قبل المباراه بتقول انه ظروف الاهلي احسن، الاهلي اجهز على كل المستويات، بس مش من ناحيه الفنيه والبدنيه، لكن كمان من النواحي الاداريه. خدوا بال حضراتكم، واحنا يمكن على مدار الاسبوع اتكلمنا كتير على التغييرات اللي حصلت على فريق الرجاء، عانى بشكل كبير جدا من ظروف كتيره، اهمها طبعا رحيل اهم وابرز لاعبيه، كلام على سفيان رحيمي وبين مالونجو اللي انتقلوا للدوريات الخليجيه، بنتكلم تقريبا على فريق تشكيله وتشكيلته اللي هتواجه النادي الاهلي بكره فيها 14 اسم جديد، مش بالضروره طبعا كلهم يشاركوا، لكن ده حجم واجمالي الصفقات اللي ابرمتها اداره الرجاء في الفتره الاخيره، فمن الوارد جدا انه معدلات الانسجام معدلات الجاهزيه ما تكونش في احسن احوالها. كمان الاداره الفنيه، مارك فيلموتس طبعا المدير الفني البلجيكي اللي تولى مسؤوليه الرجاء ولعب معاهم يمكن 3 أو 4 ماتشات، ما مكنتوش بشكل كامل انه يدرس او يستوعب حجم امكانيات الفرقه واختيار الطريقه والتشكيل الانسب لمواجهه الاهلي في مباراه هتكون صعبه جدا بالنسبه للرجاء. لكن لما نرجع في النهايه ونقول هي مجرد مباراه من 90 دقيقه ونتمناها ما تزيدش عن 90 دقيقه، في النهايه البطولات اللي بتحسم من مواجهه واحده او من مباراه فاصله بتبقى ليها ظروف خاصه جدا. ان شاء الله باذن الله التوفيق معانا، وهنتابع مع حضراتكم يمكن الحلقه النهارده بتتزامن مع التدريب الاخير والختامي للنادي الاهلي استعدادا لمواجهه بكره.